حديثنا وخطارنا لهذه الحلقة اليوم راح نتحدث عن مواضيع تخص صحة الأسنان وكيفية العناية بها، وأكيد التساؤلات اللي تطرح بين فترة وأخرى من قبل المراجعين وأيضا المرضى اللي يعانون من آلام الأسنان بشكل مستمر. مشاهدينا، اليوم ضيفنا بالاستوديو الدكتور مصطفى عماد العبيدي، طبيب أسنان. حياك الله يا اهلا دكتور، وسهلا نورتنا. بك. يا اهلا وسهلا بك. دكتور، بالبداية خلينا نتحدث عن موضوع جدا مهم، وهو الكثير ما يتساءلون عنه، كيفية العناية الصحيحة بالأسنان. هذه أول نقطة مهمة في سبيل أنه نمنع التسوس وتهشم الأسنان، وبالتالي نحافظ على صحة الأسنان. اليوم الطريقة المثلى لنقدر من خلالها نحافظ على صحة الأسنان لوقت أطول برأيك؟ نعم، الطريقة المثلى احنا دائما نحكي، ممكن كلام سامعين ناس هواية انه فرج اسنانك كذا. انا احسن شيء دائما اقول المراجعين ودائما انصحهم، اذا تفرجت 3 مرات ما حتشوفني بعد اصلا، مع استخدام الخياط. يعني هو تفريج الاسنان بالفرشاه الصحيحه، طبعا مما يوالي من اللثه وما يوالي من الاسنان، ما يعني به درجات الفرشات الاسنان. ايضا ونوع المعجون الاسنان اختياره حسب نوع، يعني اكو نوع مثل معاجين تختص بالتبييض، معاجين مختصه بامراض اللثه وما حولها، فاختيار المعجون الامثل مع الفرشه المناسبه له ممكن نتحافظ عليه وممكن نشوف طبيب الاسنان بعد اصلا. حلو. طيب، من ضمن هذه المشاكل اللي يعاني من عندها بعض المراجعين اليوم، الالام المفاجئه اللي تكون باوقات متاخره من الليل. بالتالي اليوم ماكو اعراض جانبيه للسن انه قد يكون يعني اكو الم يعني ابتدائي او اكو نوع من يعني الورم، فقط يكون الم مفاجئ باوقات متاخره. بالتالي اليوم المريض بهيك حاله ما راح يعرف شنو يسوي واوقات متاخره من الليل، فبالتالي اليوم البعض يعاني من هاي النقطه. كطبيب، شنو نصائحك للمرضى اللي يعانون من الم الاسنان بشكل مفاجئ اثناء الليل، وبالتالي ما يعرف او يقول انه اني خلص انه اقلع السن حتى اخلص من الالم؟ هاي المصطلح بالضبط، هذا الماشي يعني. نعم، هو صراحه يعني هي اكو علامات قبل ما توصل هالمرحله اللي ما ينام الليل، بس مرات اكو بعض الاشخاص طبعا اكو علميا اكو ناس اصلا ما يحس، يعني ممكن يتفلش السن مالته وما يحس باي الم. اكو طبيعه، خلينا نقول احنا نسميها طبيعه التهاب السن، اكو التهاب مزمن اللي هو ما ينام الليل وهاي وشويه، واكو ناس لا ممكن يتفلش السن مالته وما يحس بيه اصلا، وما حس بيه عادي، ما عنده الم بيه، قصدي ما عنده الاحساس بالالم بيه. هاي من ناحيه الالتهاب. من ناحيه الثانيه انه على مود لي يوقع بهالورطه، اول احنا دائما ننصحها الزياره الدوريه لطبيب الاسنان، اللي هي كل 6 شهور اروح اشيك، ما عندي شيء اروح اشيك لثه مالتي اسناني كذا، احتاج حشوه اسويها، حشوه عاديه احسن ما اوصل حشوه جذر. دائما عفوا ناس يتخوفون من حشوه الجذر، زيارات روحه وجايه والم. طبعا ليش يصير عنده الم؟ هو ملتهب سنه، فلما يعالجه يضطر الطبيب يتدخل، مثلا يكون عنده علاج عمودي يرفع الالم عنده، يعني يرفع قصدي الاحساس بالالم مالته، لانه المشكله ان الالم بدا ينام الليل، يعني ما يقدر يعوف الطبيب اصلا نفسه. فلازم يتدخل هاي. فاحنا من هنا نوصل لمرحله، يعني حرامات نوصل مثلا بعض الحالات حتى ما يوصل حتى حشوه الجذر، لازم يقلع طبعا. والفكره السائده مثل ما تفضلت بها حضرتك انه هي اناني سن، اذا وجعني اقلعه. يعني انا اشبه اقول المراجع زين، سؤال اذا اصبعك انجرح تقطعه لو تداوي؟ فهي هاي دائما الناس يعني. طيب دكتور، تحدثت عن موضوع الحشوات. نعم. ايضا اكو بعض المراجعين اللي يراجعون طبيب الاسنان يعني ما يفرق بين حشوه الجذر والحشوه الدائميه والحشوه المؤقته. هنا يصير اكو اختلاف بوجهه النظر واختلاف بعقليه المريض. تعرف انه اليوم مو كل طبقات المجتمع هي مثلا واعيه وتفتهم يعني موضوع الطب والتسميات الموجوده، لكن بالتالي اليوم احنا عندنا مشكله انه تعدد انواع الحشوات، وبالتالي لما يجي الطبيب يشرح للمريض انه يحتاج لك الحشوه الفلانيه لكذا مده لكذا وقت، بالتالي لك اكثر من جلسه، هنا راح يحس المريض انه راح يرجع يزور الطبيب باكثر من مره. طيب اليوم العلاج الامثل لموضوع الحشوات او الحشوه اللي دائما يكون عليها اقبال كبير من قبل الاطباء في سبيل انه نقلل من موضوع التسوس وتهشم الاسنان؟ نعم، هي صراحة هي ماكو نوع معين، خلينا نقول يعني نوع الحشوة، بس هسه يعني خلينا نقول احنا بما ان التطور اللي وصلنا له، بما ان المواد الحلوة اللي عندها تدخل اللي هسه التطور العالمي، واحنا ما شاء الله طب الاسنان بالعراق يعني ما شاء الله، طبعا الفضل للقائمين على الموضوع من النقابة، من بعض جهود الوزارة ودول، انه وصلنا مواد حلوة اللي اذا تنزل الان في احدث العيادات واحدث العالمية اذا تجي مباشرة عندنا، والحمد لله والشكر والفضل لله. هاي وحدة. اثنين، انه على مود
المفروض انه ليوصل مرحله يعني انه على الحشوات هو يعني هو توقع على العاتق الاطباء لازم يفهمه انه انا هسه التسوس مثلا احنا دائما مثلا التسوس يوصل مرحله معينه اقعد له طبقات السن اذا عبرها ما اقدر اسوي له حشوه عاديه. صح. طبعا هو المريض اصلا يعني او 95% احصائي 95% من يعني البشر ليش يكره طبيب الاسنان تحديدا يعني او عياده الاسنان لانه المشكله حيسوي له الاجراء او حيسوي له وهو صح يحس مثلا بالال في حين يقول لك يعني اشخاص كم يجون اسوي عمليه بنج عام ولا ادخل طبيب الاسنان ليش؟ لانه ما يحس ما حيشوف اللي يصير بالتالي حيكون اكثر من جلسه في سبيل بالضبط نعم المحافظه عليه احنا هاي اكثر من جلسه نسوي نلجئ لها مثلا من يكون اكو التهاب من تكون عندنا مثلا مراحل ببناء السن ما ترهم اني اخلي مرحله ولا مرحله اكو مواد مثلا ممكن تحتاج فتره يلا تاخذ قرار يلا اني اضيف عليها الطبقه الثانيه. صح. بعض الناس والعاتق ايضا انا ارجع اقول على الاطباء ممكن نشر توعي انه اني من اكون مثلا جلسات اكو ترهم واكو مرات يعني خلينا نقول شويه ضعف النفوس يدخلون بهالموضوع يعني اكو سوء ظن انه هذا يجيبني يوديني واني اضوج اصلا من طبيب الاسنان وليش اروح ارجع بس هو لازم يعني يكون على عاتق طبيب فهم انه اني هاي سنك بما انه عندك الالم بسيط مثل على الحلا على البروده هاي يعني حشوه عاديه لا اذا وصلت على الحراره هي هذا اللي سالتني السؤال سابق يعني من ضمنه انه على الحراره يوجع بما انه ما يوجع هو يغلس عليه هاي اول علاماته او ممكن طبعا من الامور اخرى مثلا ممكن اللثه بس هو يعني هاي اهمال العلامات الصغيره اللي ما يحس يقول عادي يعني هو حيروح شلون عفوا ايدك تشنج اتشنج ويروح هذا هنا يفرق تماما. طيب دكتور مصطفى يعني من خلال حديثك ايضا اكو نقاط مهمه اليوم التهاب اللثه للمرضى اليوم اكو البعض من يعاني انه يوصل لمرحله النزيف اللثة والبعض الاخر يوصل لمرحله انه السن يتسوس من جانب والالتهاب يكون من جانب اخر بالتالي اليوم الطبيب ما راح يقدر يعالج النقطتين في وقت واحد يحتاج الى وقت لمعالجه اللثه يلا السن بالتالي اليوم شلون نقدر نحافظ على صحه اللثه بشكل ما يضر بصحه السن مستقبلا وحتى اذا كان اكو ضرر بالسن اللثه ما راح تتضرر مستقبلا اذا كان اكو بها اهتمام. حلو احنا هنا طبعا هم هذول النسيجه خلينا نقول النسيج الاسنان احنا نسميه الاسنان اللي هي خلينا نقول اللثه المحيطه بها هاي هم هذول واحد قريب على الاخ وبكتيريا واحدة معرضين وال يعني شنو خلينا الظروف خلينا نقول المعرضة لها السن معرضة لها اللثة بس احنا نسميه يعني احنا نسميه هاي نسج احنا نسميها صلبة وهاي نسيج لين خلينا نقول بس يعني مبدأها هاي كلها هي الأولا أول زيارة دولية طبيب الأسنان معدل التفريش اليومي المشكلة احنا دائما نقول احنا نسميها من عادات شلون نقول نظافة شخصية شلون عفوا واحد مثلا يستحم أو كذا يغسل أسنانه. صح. تغسيل الاسنان او غسل الاسنان يعني قصدي المنزلي هذا اساسي يمنعك ويقيك كوما من امراض اللثه بدايه ليش؟ لان اللثه جدا يعني خلينا نقول اذا السن ممكن يتحمل لان انت طبقات الاولى احنا نسميها مثلا مينا وكعاج وبعدين يجي العصب هاي الطبقات ما تحس بها انت بدايه يعني عفوا بس اللثه تكون مباشره اللثه مباشره قبل وللاسف يعني للاسف مثل ما تفضل حضرتك توصل مراحل اللثه رايحه توصل مرحلة احنا اللثة دائما هي تغطي السن وتغطي العظم طبعا فالمشكلة من الصيد قبل ينكشف السن وبعدين ينكشف العظم هنا نوصل مرحلة ممكن السن وكثير من المرضى يشوفوا السن ما بي شيء بس عفوا احنا نسميه شلون يتحلحل يوقع بوحدة حرامات وما بي شيء السبب انه عدم عناية باللثة اللثة عناية نرجع للعناية المنزلية الأولية وهنا نقطة احب اشيرها واستغل الفرصة لها العناية الأسنان طبعا تبلش من مراحل العمر الأولية يعني من بعد احنا تقريبا 6 اشهر الى تقريبا اول سنه عمر الطفل نقول احنا اسنان لبنيه توقع ليش هي هنا عنايه يعني لازم تبلش العنايه المنزليه والرعايه خلينا نقول ابويه للاسنان من الاطفال من 6 اشهر الى سنه الاولى وروح كل السنه ونص مثلا تكون اسنان من هناك تعلم على التفريش ودائما انا انصح دائما المرضى اقول لا انه خلي امك او يعني والدتك او والدك انتوا فرشوا له ما يعرف هو صح طبعا فلازم احنا نسوي شلون احنا نسمي هندسه عكسيه لازم نعلم منها فهذا من يبدي ينشئ يحافظ على اسنانه اللبنيه ما حيصير عنده الم ما حيجي طبيب الاسنان يشجع يروح بالتالي من تطلع له يبدي احنا نسميه يبدل ما بين 6 سنوات وفوق يبدل خلينا نقول اللبني دائمي هو اوكي او متعود على العنايه هي مساله التفريش مزعجه ليش؟ عشان صراحه لان هي عاده صح ومشكله الناس يعني اكو عادات سيئه هو ما يعجبه يفرش مرات شاف يقول لك انا ماكل اكله طيبه هسه اروحها بالمعجون ما طيبه ما تصير صح هاي مشكله يعني صراحه. طيب دكتور نعم. من التساؤلات اللي تجي واللي تطرح من المرضى بشكل يعني دائما موضوع تصبغ الاسنان نعم. يعني هذا الجانب يمكن حتى ارتبط به انه الهوس الموجود حاليا صح. بموضوع ابتسامه هوليود وسمايل هوليود والتجميل نعم.
هذه النقطة، البعض اليوم أسنانه تحتاج إلى تنظيف وتفريش مثل ما تفضلت حضرتك، لكن بداية تصبغات يلتجئ قبل إلى ابتسامة هوليود أو سمايل هوليود للنقيض للنقيض. بالتالي اليوم هاي العادة، البعض يقول لك أنه هذه بسبب الإدمان على المشروبات الساخنة وغيرها من هذه الأمور، لكن أيضا التصبغات لها حل. شنو الحلول اللي نقدر نتخلص من التصبغات بشكل تدريجي وما يخلينا نندفع إلى موضوع الإجراء العمليات الهوليود سمايل وغيرها اللي راح تضر بمتانة وقوة السن بالمستقبل؟ نعم، طبعا مثل ما تفضل حضرتك، هي احنا قبل ما ندخل بموضوع التصبغات ولها، احنا اكو عادات احنا نسميها عادات سيئة، مثل عفوا مثل التدخين، وما أدراك ما التدخين، اللي يأثر على الأسنان ويأثر على اللثة نفسها طبعا، وكثير من انواع التسوسات هي بسبب التدخين طبعا. اوكي، ثم نجي الى موضوع مثلا المصبغات الاسنان، الاسنان ليش تصبغ؟ انه اكو صبغات مثلا موجوده بالشاي بالقهوه مثلا، هاي تصبغ، بس احنا العله مو انه ليش، يعني كل الناس يعني ما اشرب لا موت مو تبطل، لا، وانما نرجع مره ثانيه العنايه اليوميه. اذا انت تعتني يوميا صحيح، نبلش صح مثل ما يقول هنا، ممكن انه انت خلص يعني يصير تصبغ، بس تصبغ بسيط. تصبغ عن تصبغ يفرق، اكو ناس تصبغ، اكو ناس يقول لك هسه انا زين، اوكي هسه انا ما بلشت من صغير، شو اسوي يعني؟ يبدي يعتب على مو لا اسعفه مو قبل. ممكن زياره بسيطه طبيب الاسنان، يسوي تنظيف على طبيب الاسنان، يرفع لك التكلسات، تصبغات خلينا نقول احنا نرجع على السن جديد، هسه شغلك يبدي شغلك، يبدي من الاهتمام، يبدي من اهتمام العنايه اليوميه. 90% يعني تصبغات، اذا يعني احنا ليش يصير تصبغ؟ لان الماده اكو بكتيريا، البكتيريا من تصير هالتصبغات تلتصق وين؟ البكتيريا تساعد التصاقها بالسن. زين، البكتيريا اذا ما تنشال فهي باقيه باقيه باقيه، فتصير تكلسات في الصبغات. فهذا السبب، فاحنا اذا شلنا البكتيريا بصفه عامه اللي هو بالتفريش وباستخدام الخيط، خلينا نقول احنا يعني استخدام الخيط شوي اذا ما نريد نفوت بتفاصيل خاف وقت ما يسمع، بس ممكن يعني اقلها بين يوم ويوم، مو يوميا، بين يوم ويوم بالطريقه الصحيحه، يعني بطريقه دون طريقه واحد يجي يدوري اذي. بالتالي هي ايضا من الامور المهمه لصحه الاسنان. دكتور مصطفى، انا اشكرك على هذا الحوار الجميل والممتع، واتمنى انه الجميع استفادوا من هذه النصائح، اتمنى لك كل التوفيق، وان شاء الله لنا لقاءات اخرى والحديث عن مواضيع اخرى مهمه اكيد. شكرا لك.